اول شيء ما كنت حاط في بالي ان انا يوم كلموني على اساس انه استعراض قالوا لي في تمثيل، فقلت لهم يعني اول تجربه لي كتمثيل، وانا كنت انسان اخاف مره 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 اخاف من الكاميرا. فبعدها المخرج والمنتج سووا لنا مثل حصص ودربونا على الكاركتر اللي هم يبوني انا اكون فيه. اي شيء نسوي، اي شيء اصوره، اي شيء نزل يكون مصرح، لان انا انسان ما عمري طبقت هوايتي الاستعراض وهذا في خارج نطاق مكان قانوني. انت اللي تشوفها الحين صايرين الفتيات يدخلون في هالمجال، يعني في كذا شخصيه في الامارات صاروا يدخلون في تفحيط السيارات، بس طبعا بشكل قانوني، في الحلبات يدخلون في السباق، يعني حتى بنات عربيات على مستوى مش بس في الخليج فانما في العالم العربي. فبالعكس يعني في فكره خاطئه انه المراه ما تحب افلام الاكشن، بس هذا مو صحيح. رشحوني قال يا اخي شو رايك تمثل؟ قلت له يا اخي ما عندي مشكله. والدور كلمونا عقب عن الدور كيف والشخصيه وما الشخصيه، عيبني الجو يعني، فهمت؟ قلت خلني اسير ورحت وتوفقت الحمد لله. انزين وخذيت الدور، بس كان الموضوع انه اول عمل لي يعني، كان في تدريبات، كنت اروح عندهم العصر اجلس معاهم اتدرب اتدرب اتدرب. وبعد يعني طبعا يعني تكون قدام الكاميرا كان في نفس رهبه، عرفت؟